فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما صفة، يقول بعض الناس إذا مات لهم قريب في الصباح فإنهم يؤخرون الصلاة عليه إلى بعد العصر، فهل الأولى أن تقدم الصلاة عليه في الظهر أم لا بأس بالتأخير إلى العصر؟ إذا كان في تأخيره مصلحة للميت، حضور المصلين عليه، حضور أقاربه، فلا بأس بذلك ما لم يخشى عليه من فساد الجسم. ما كان ما الآن لا يجعلونهم في ثلاجات، يعني يحتفظون بسلامة الجسم. فإذا كان هذا ما يحصل ضرر على الميت وفيه مصلحة، حضور أقاربه، حضور أهل الفضل يصلون، يكثر العدد اللي يصلون عليه، ما في بأس. نعم.